بنحييكم عبر شاشة تلفزيون لبنان ورح نكون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول. هنا أهلا وسهلا فيك سنتيا وستيفاني. سنتيا وستيفاني من تلميذ المعهد الفني الفندق الدكويني إدارة فندقية. أهلا وسهلا فيكم. اليوم حنحضر نحن وياهم دجاج بانكي بصلصة الحر مع هالشوب الحر منيح لأنه موسم حر بتعرفوا، وفي فلافل كتير اليوم موسمه بيطلع كتير الفلافل يعني الحلوة والحر. بدي صدر دجاج كيلو، عجينة العس ملية بدي نص كيلو، شدينا العس ملية، صويا صوص 3 ملاعق، خل الرز 3 ملاعق، بهار أبيض وملح مع بعضنا، كاتشب 3 ملاعق، مايونيز ملعقة، بزر الخردل الكامل مخلوط ممزوج مطحون مع شوية خل، بدي ملعقتين كبار ملح وبهار أبيض، صلصة الحر ملعقتين صغار أو أكتر اللي بيحبوا أكتر يتحرحروا أو أقل يلي ما بده يحرحر مزبوط، بطاطا كيلو لأنه بده يشبع هو وحده على الدجاج. وأنا على طول بقلكن لو واحد قد ما معه مال ما فينا ناكل الدجاج على الحل ولا لحم على الحل، بدنا ننوع ويكون غذائنا اللي عم ناكله في أنواع من الخضار لا يكون التمثيل الغذائي كامل، هذا هو اللي مشتغل عليه. هلا جيبي ورقة نايلون لتبلشون لها بالبطاطا، بكون أنا قطعت الدجاج. كل واحد سكين. هاي البطاطا وقت بتكون هيك صغيرة انتبهوا نشتغل فيها بطاطا شاتو أنا بدي سميها لاني أو ريسولي، هالبطاطا ما بضطر أشرها وتعذب فيها، دغري بالسكين بعملها على شكل البيضة صغيرة وبشتغل فيها. هلاني سنتيا وستيفاني حيسووا لنا البطاطا يعني على الورقة. أنا يحجيب جات بس شوي صغيرة لشي فوفي وسكيني. منقطع الدجاج على شكل أصابع وهون الفرن بحميه وبجيب كسرولة منحط فيها ماي لبس تخلي السنتيا وستيفاني البطاطا نسلقهم فيها لمدة 3 دقايق، هيك بتطلع معي البطاطا طيبة مثل النخاع. مثل هو بيقول قال له بدي طعميك بطاطا مثل النخاع مش هيك سنتيا؟ صدر الدجاج بالأول بنقصه هيك بالوسط برجع هيك نقطع على الدجاج. وفينا نبلش ناخذ اتصالاتكم على 1423
يلي بيحب يتصل فينا ويستعلم عن أي مأكولات. ناخد اتصال. مرحبا شيف أنطوان. أهلين بونجور. كيفك؟ ماشي الحال يا رسالة فيكي. لو سمحت بدي أعرف كيف بيعملوا المسبحة. مع البتنجان؟ لا بدون بتنجان. بدون بتنجان تكرمي. عمول معروف. تكرم عيوني. بس ما تنساني. مش رح ننساكي. عمول معروف. شكرا لك. بخاطرك. والله شاطرين شهلت وخلصت البطاطا. هاد دجاج بهالشكل. هون شوي دهن بشيله. هون عندي دجاج صار مقطع كله تقريبا بحجم بعضه. بدي جيب ملح وبهار ابيض مخلوطين مع بعضهم، رشهم عليهم بهالشكل، بحركهم. برافو. وهون بنشيلهم على الجلد. هلا خليني شوي مع الملح والبهار. بدي ساوي العجينة. بدي فتفتها وصغرها حجمها فتفتها عن بعضها. هاي العجينة هالعجينة بقطشها هيك، ما بخليها كلها على طولها، ومن بعد ما اقطشها بخلي بين شي طويل وشي صغير، بدي نتفها هيك. ليش؟ لشيل الطبقات يلي هي بتكون مكدسة على بعضها. هون انا هون بدي اعملها مثل واحد، بتعرفوا اوقات النسوان بيختلفوا ببعض، بينطفوا شعرات بعض من شعرك بدنا نتف لك اياه. هي التنتيف عجبتك يا سنتيا. يكونوا بعيد عن بعضهم كليا وما نخلي اي طبقات بيناتهم. هيك هاي شاطر انا بالتنتيف. كل واحد بيزعلنا بدنا ننطفه هيك. اكيد. هلا انا بنتف وانتو يا حاطين جات. لا رح نبلش. شوف كمان كيف بنلفها. اوكي روقي. بعد نسوي شقفه صغيره يصيروا على بعضهم. نتف معك. يلا خديها. نحن عم ننتف العجينة أنا وسينتيا. بناخذ اتصال. ألو. ألو بونجور. بونجورين. إيه شيف، بدي أسألك ليش عجينتش شبرت بس تنغلى مع اللبن عم ترجع تفرق؟ ما أنت عم تسلقها أو بتقليها أو بتحطها بالفرن؟ عم حطها ني، عم حطها ني دغري مع اللبن. ما بتسوى دغري مع اللبن. اللبن فيه حموضة، وإذا بتنزلها دغري فيه بتفرط مع الحموضة. بدك تشويها. إما بتجيب صينية تدهنها زيت
وبتحط نعم. العجينة الششبارك عليها وبتحمرها بالفرن. نعم. أو بتقليها قلي. بقليها؟ نعم بالزيت. نعم. أو بتسلقها بالماي والملح. أوكي ميرسي شيف. وحدة منه أنت العجينة كيف عم تسويها؟ العجينة عم جيبها خالصة. جيبها خالصة من الفرن. إيه. ما بيأثر. نعم. بس استعمل هاي الطرق أي وحدة منهم تزبط. اوكي ميرسي شيف كلها بخاطرك. اهلا وسهلا فيك. ميرسي باي باي تكرم. هاي المي عم تغلي. اعطينا ملعقة صغيرة سنتي لنحط ملح. يلا حطي ملح وسقطي البطاطات فيها. حط ملح. ملح بالمي وسقطي البطاطات. هلا هون سقطي. هيدي قطعة الدجاج ملحناها. برافو. ملحناها بهرناها منلفها بها العجينة. ونحطها. منيح؟ منيح. خلاص؟ كملت انتيف انا؟ سويني انتي ستيفاني يلا. سيبوهم بهالشكل. بياخذوا شوية شغل بس بيعطونا نتيجة حلوة إذا عنا مناسبة. وما بتكون شقيت أنا صدر الدجاج بالنص لاي ليصير يستوي بسرعة لتكون تحمرت العجينة من برا بتكون استوت من جوا. وعلى طول منملحهم منبهرهم قبل بالخليط اللي منمزجوا مع بعضهم. 9 أجزاء ملح جزء واحد بهار أبيض. البطاطا قربت تغلي بس توصل بهالمرحلة منحط ساعتها منعير الساعة ومنتركها 3 دقايق تغلي على النار. بهالعملية بيصير في نضج للبطاطا. لتتكمل تحميرها بالفرن. هاودي بس تخلصوا تشاهدوا. عادة نحن عم نشتغل للتنتيف نعمل دفعتين. في هلا شيلهم هاو كلهم وحطهم هون عند سينتيا وستيفاني. بس ممنوع اذا زاد عندي منهم ارجع استعملهم بدي كبهم. اما وقت اللي بيكونوا هون محطوطين لوحدهم ما اجى عليهم اي اثر من لحم الدجاج في استعملهم بأي تحضير تاني بكل سهولة. منشان هيك الكمية منعرف انه بدها هالقد. اوقات بتاخد شوي اكتر اوقات اقل ليزيدوا معنا منخليهم على حدا منشان نعرف نشتغل فيهم بكل سهولة. منجيب صينية منحط فيها قليل من الزيت. وهيدي كتير منيحة هالطريقة البطاطا لكل الناس اللي عم تساوي حمية. شوفوا قليل من الزيت وكمان هلأني بس تفوت على الفرن وتنشوى بيضل هالزيت تقريبا بالصينية.
نحط الصينية على النار برجع بخلط. لو خلصوا عندي الكمية من الملح والبهار كمان لأرجع اشتغل بطريقة مليحة ومدروسة، بخلط كمية من الملح قليل من البهار مع بعضهم. لهلأ رش فيهم البطاطا، ما في يضيف ملح لواحد وبهار لواحد، بيطلع الملح بيزبط معي أما البهار بيطلع ساعتها حر. منجيب البطاطا يلي غلت تقريبا 3 دقايق على النار، منجيب فوطة، منشيلها، منصفيها تحت الماء تحت المصفاية، البطاطا بالمصفاية، وما منبردها، ممنوع التبريد. منجيبها والبخار عم يتصاعد منها لأنه عملية النضج ما زالت مستمرة بقلب البطاطا لو شلتها من الماء. هزيت كميته القليلة اللي حطيتها أنا بالصينية وشفتوها قدي قدر ملعقتين، خليهم يحموا على النار لبس ضيف البطاطا يصير في عدم عملية التصاق، لأنه إذا كان الزيت منه حامي والبطاطا نزلتها سخنة بتلزق البطاطا. أنا بدي ما تلزق البطاطا، ساعتها بشيلها وما بنقز، لأنه هلا بده يطلع شوي صغيرة طقطق، ما بنقز، بهزة ضيف لإلها الملح والبهار الأبيض اللي حكيتكن عنهم، لأنه بعدين بتبطل تشرب. هلأ بتاخد على بعضها وهيك بتطلع كل نكهة من قطعة البطاطا بنفس النكهة بكل كامل قطع البطاطا. ما في يقول أنا بدي سويهم بلا ملح وهلا كل واحد بحط ملح على ذوقه، هيدي مش موجودة بقاموسي. بدي ينحط ملح بتحضير الطعام ليعطينا نكهة طيبة لكل شيء منكون عم نحضره وعم يعطينا شيء مميز. هاي البطاطا بس تصير تنهز بهالسهولة معي معناتها ما في عملية التصاق لإلها، وبدو لونها بس دخله على الفرن يصير اللون الزهري المطلوب يلي أنا بدي إياه لهالبطاطا. بتصير بقصة ولا أفرجيكم كيف أشيلها من الفرن، تطلع معي مثل كأنه واحد عم يأكل شيء نخاع طيب وكتير كتير مميز. شيلها وبحطها بالفرن. منحضر مقلاية لنضيف عليها زيت، وهيدي المصفية زيتها يلي أنا شلت منها البطاطا بدي استعملها لشيل منها قطع الدجاج، والدجاج يضلوا سخنين معي. بدي حضر الصوص أنا وسنتيا. بالأول بننزل ملعقة مايونيز، يلا نزلي ملعقة مايونيز هون، أنا نضيف عنك، يلا ملعقة مايونيز وحدة وهي الكمية لخمس أشخاص. نزليها ملعقة، هي ملعقة مليانة. منحركها وبملعقة تانية مننزل كاتشب. نزلي الكاتشب عليها، لا خلي ملعقة هون لنحلو. نزل الخردل،
معكم اتصال. الو. ناصر اسوان، مرحبا، كيفك؟ منيح، ماشي الحال؟ شو اخبارك؟ منيح، انت كيفك؟ الحمد لله منيح. كيف بعمل فاصوليا على لحمي؟ كيف عملوها؟ فاصوليا على لحمي، فاصوليا كيف عملوها؟ فاصوليا فاصوليا باللحمه؟ ايش عملوها؟ على هيك ايه، تكرم عيونك. اول شيء بتقلى، بتنقع الفاصوليا قبل بليله، وكل كباية فاصوليا بيزيد وزنها مرتين ونص من بعد النقع، يعني هاي بك تعمل حسابك. يلا حطي لها ستيفاني الخل، الرز والصويا صوص، وانت حركي. نزلي شوي شوي، لا ما فينا دفعة واحدة. يلا حركي، دايما كل شيء سايل بسرعة، بالأخص خل، لأنه بيرخي المزيج، ما في يضيفه دفعة واحدة، بده يصير يضيفه شوي شوي منشان ما تبرغل أو تفرط الصلصة. نزلي الصويا هلا شوي شوي، نزلي. حطينا زيت على النار، وسنتيا وستيفاني عم بيساووا الصلصة الحارة. بدنا نزديهم كلهم، منضيف عليهم تباسكو أو أي شيء صلصة حارة سايلة منخضة للقنيني. هلا لو بدي استعملها كلها القنيني ما بدها خض، كلها بدها تصير بتنمزج. سنتيا شاطرة بالمزج، بس بما انه بدي استعمل منها ملعقتين صغار مجبور خضها، هي مسكرة مش هي مفتوحة وبجوا تيابي وبطرتش الجيران. منضيف عليها حر ملعقتين صغار بزيادة شرفته، بعد شوي نصير نشيل كل حبة ونحطها هون. الصلصة خلصت، حطي لها شوية بهار أبيض، قليل من الملح، ما منكتر كتير ملح لأنه فيها شوية صويا. بعد شوي، يعني قلنا قليل بس مش هالقد، حطيتي بهار. يلا نزليها كلها هون، علي ايدك علي ايدك، خلي ينزلوا ويبينوا هيك. ايه ما تفزعي، برافو، شو هالصلصة الحلوة. يعني نزليهم كلهم يطلعوا على الأرض، نزليهم. الزيت هون بدي بلش يحمى. يلا بلشي شيلي شوي شوي، وحدة وحدة بالأول، سين ننزلها، بده شوي صغيرة منوقف، بس ما بيسوى يكون، أنا خصوصي عملتها هيك، عارفوا بده شوي، ما بيسوى نحطها والزيت كتير حامي، ليه؟ بيشعط الشعيرات تبع عجينة العسملية تحمر، بكون الدجاج ما استوى. بدنا نحطها على نار متوسطة، أول ما نحطها ما بيسوى هيك كمان، بتصير العجينة تشرب شوي زيت زيادة، أكتر شوي هلا بقلكم وين، بتصير تفقفق من كل ميلة أربع خمس فقفقات مع بعضهم، معناتها إنه مشى حالها وفينا نحطها. يلا بلشي حطي. مثل ما قلنا ببلش عن كل ميل أربعة خمسة، ونبعدهم شوي عن بعضهم، إيه شوي، لا مش هلا، أقل، منشان ما يلزقوا. ليه؟ لإذا فاتوا العجينة تمسكوا ببعضهم، يعني هاي العجينة وهاي العجينة دقين ببعضهم على الزيت، بينقلوا بتلزقوا ببعضهم، صاروا زواج ماروني، بطلوا يبعدوا عن بعضهم. أصبح درجة الحرارة بهالشكل بدي إياها، منا كتير، هاي الدرجة بتتسمى بين 155 و165. البطاطا بتنقلها على 170 لل190، البطاطا المقلية.
يلا بعد هون بروح وحدي. زيحي هاي شوي البراية هاي وهاي طلعين طلوع طلوع ايه بعد بعد برافو هاي زيحيها شوي يلا الساعة 3 هلا وحدي هاي راسها لهون يلا مشاكل. الفاصوليا الفاصوليا هي من أطيب المأكولات طيب وأنا من اليخنات اللي بحبها والفاصوليا فينا نسويها بأنواع المختلفة باللحم وفينا بالزيت أول شيء الفاصوليا بتنقع أقل شيء 6 ساعات لنهار من كب عنا انتبهوا ما منحط أبدا كربونات أبدا برجع بقول تنكب عنا المي تتغسل تنحط مي نظيفة غمرتها أعلى منها باتنين سنتي نار قوية شوية ملح بس تبلش تغلي نار خفيفة منجيب بصلة كبيرة الكمية لخمس أشخاص منفرمها ناعم منحط شرحة زبدة أو شقفة سمنة حسب كل واحد ما بده منحركها مع بعضها بس نحركها وتجي لتشقر يصير لونها قريب للشعار منضيف لها 5 حصوص ثوم مفرومين ناعمين أو مدقوقين منحرك الثوم بالقليل دقيقتين مع البصل بيكون عندي لحمة مقطعة راس عصفور يعني وزن القطعة بين 15 و20 جرام منسميها راس عصفور هالقطع فيها تكون لحم غنم وفيها تكون لحم بقر أو لحم عجل ومن أي لحمة فينا نسويها فينا نسويها من الباط فينا نسويها من الكتف عفوا من الصدر وفينا نسويها من الرقبة وفينا من الفخذ تطلع ناشفة بس شوي هلا هاللحمة المعدل للشخص هو بين 40 و50 جرام باليخنة يعني إذا عندي أنا 5 أشخاص في يكون عندي 250 وفي أوقات بتصير 70 جرام يعني 400 جرام لحم منضيف اللحمة المقطعة ومنحركها انتبهوا شو عم بقول بحركها على نار قوية انتبهي سنتي علي استيفان ايه انت وياها انا عم بشرح سور شقر بتشيلوها بس شقر كله هيك حلوين يعني بس نار قوية اللحمة ممنوع نار خفيفة تبق ميتها وتزنغ بس تتقلى على نار قوية بدي جيب كبيتين ماي وضيفن لإلها وبس ضيف كبيتين الماي لإلها بدنا ننتبه إذا كان لحم غنم بدن ساعة إذا كان لحم بقر بدن ساعتين إذا لحمة فوفيليه بقر بدن نص ساعة إذا فيليه بقر بدن ربع ساعة إذا رقبة بدن ساعتين إذا موزات بقر 2:30 أصبح شو نوع اللحمة أنا اللي استعملتها في إلى وقت للنضج ما في يقول أنا شو هاللحام بروح قل له أعطيني لحمة من بقلها بعطيكي موزات بقرة بتروح تجيب موزات بقر وبكون هالبقرة مدبوحة قدامه وزنها 800 كيلو بتجي بتقول بربع ساعة أو نص ساعة بدها تطعمي جوزة فاصوليا بتجي راكب من الشغل أو جاي من الزيارة لا في وقت لإلها بدها 2 أو 2:30 لتستوي الموزات من بعد ما تستوي الموزات انتبهوا أو أي لحم استعملتها بقلب الفاصوليا بدي ضيف الفاصوليا لتنضج ضيفها لإلها وبضيف معها شوي من زوماتها وبحط ملح وبرجع بغليهم مع بعضهم ربع ساعة ضيف قليل من البهار الأسود قليل من القرفة بعمل حد منها رز بشعيرية ومنقدمها سخنة كل وحدة لواحد ومنقول لك ألف صحتين وتكرم عينك شو كيف صار هون؟ حلوين طيب يلا لزي هورا ورا أو يلا شيل هيون هاي برومية برومية هاي يلا برومية هون كلهم بهالوقت بتوقف عم حط اعلانيه ومنتابع حلقتنا عبر شاشه تلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا انا وسنتيا وستيفاني وعبر شاشه تلفزيون لبنان وعم
يلي انضموا لنا هلا بنقول لهم عم نحضر الدجاج شو بانكي بصلصة الحر. بانكي يعني على كل وحدة عاملة موديلها شكل طالع شايف؟ مزبوط. مسبحة الحمص بدون تحريك. شوفوا هون شو صار، شقروا بس بعد بدهم منهزهم ليأخذوا بعضهم وبرجع فوتهم على الفرن. أول شيء منجيب الحمص مننقعه 6 ساعات أقل شيء، وفينا ننقعه 10 ساعات بس على الفاضي، يعني 6 مثل 10. ما حنا نفكر إذا نقعه 12 ساعة أو 10 ساعات صار بيته على السطح وصار يستوي الحمصات زيادة معه وهي زيتها. منكب عنهم للحمص، انتبهوا حمص غير الفاصوليا. منجيب إذا عندي كبيتين حمص بجيب ربع ملعقة كربونات، والحمص هون شو كان منقوع وحطيته بالمصفاية مثل المصفاية، برشه بالكربونات بهزه برجع برشه كمان بالكربونات وبتركه بعير الساعة 10 دقايق لا 12 ولا 8. تبوا بس إلكن شغلة، قولوا شو قال الشيف أنطوان وعن ساعة وانتوا بتجربوا والتجربة أكبر برهن. 10 دقايق نرجع منغسلهم من مية الكربونات، حطهم برجع بطنجرة الزيتة أو بالواعي الزيت وكلهم منقوعين، بغسلهم بفوحهم مرتين ثلاثة، بزيل عنهم كل أصل للكربونات وبصدق الحمص مع مي عادية وملح وبحطه على النار 40 دقيقة. بيستوي الحمص وبيطلع كل حبة وإختها، اختها وخيها اختها اختها خلص اختها، كل حبة واختها كاملة ناضجة منشيلهم منحطهم بمصفاية او منبردهم ومنحطهم بمصفاية. منجيب الحمص منخلي شوي منزومه، حط معهم زيت زيتون، عصير حامض، ملح، في ناس بحطوا معه شوي صغير توم، في ناس ما بتحط، بيكون شوي الحمص مايع يعني مش شادد، الصوص رخوي شوي، وبيطلع عنا مسبحة الحمص. بنقول لك ألف صحتين، وانت هيدي على الطريقة يلي انت بتحبيها، لأنه كمان في مسبحة الحمص ناس بيستعملوها مع الباذنجان وأوقات بحطوا معها خبز محمص وصنوبر على الوجه. هون قلبي شوي، يلا ناخذ اتصال جديد. الو الو يا الو ما في حدا، لا تنحى. هلا هو بشرفته، أنا أحضر لك جات سنتي، هلا تسكبي أنت. هي الجات. رح نحط. يلا حطيهم هون. بدي بعد بتبلش سنتيا تسكب هاولي بالاول، يلا اسكبيهم هاي. اصبح بينقلوا على نار متوسطة، اوقات بنقول نار قوية، اوقات بنقول نار خفيفة، هاولي نار متوسطة وميلة للخفية، الخفيف كمان. ليلى لو مثل ما قلت لكم ما بيتاكل الدجاج الا مستوي وناضج، ومنشان ما تحمر الشعيرية عليه أو عجينة الأسملية عليه من الخارج ويكون داخله بعده منه ناضج، منه صحي بيكون الأكل.
هلا في مسبحة كمان الحمص واسع، مسبحة الحمص في ناس بيكسروا طحيني مع الماي وعصير الحامض، الحمص بينسلق مثل ما شرحت سلقه، بيشلوه هو وشوي فاتر منه سخن كتير ولنه بارد، بيخلطوه مع الطحيني، بحط بيسكبوه بطبق بحطه معه شوية زيت زيتون على الوجه وشوية بقدونس ناعم كمان بتتساوى بالطريقة. رجعتي لي هون ولا بضل؟ كل واحد بياخذ ممتلكاته. ايه صح. يا حفرجيكم كيف وحدة من كلا. ما في جرح صغير. هيدي حبي منجيب سكين شوكي ما في من هدي ملعقة من قصة بينحط صوص بالصحن تنغط بالصوص وبتتاكل. شو مستعد تدوقي حر؟ شو بدنا بكتر شير؟ انا حاكل شقفة حلا. كثير حلا. زمطتي. ناخذ كمان اتصال. الو. الو بونجور. بونجورين. يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيكي، أهلا وسهلا فيكي. معك مدام جوي. أهلا وسهلا فيكي مدام. الله يخليك على هالأكلات الطيبة، ونحن عم نتعلم منك كثير وصرنا تلاميذك لو بالبيت. نعم. تكرمي. أول شيء بدنا ننتبه لشغلة ضرورية، إنه المشمش لنجففه بده يكون نحن عنا مشمش، زايد المشمش عنا، مش عارفين شو بدنا نساوي بالمشمش، يعني سوينا مربى وزيت بدنا نجففه، نتعذب فيه ونشتغل فيه ليتجفف، واليوم في مكانات له. اما اليدوي يلا وسعي لون او شيليون وحطي فوق جديد. ستيفاني بينجاب 3 لتر ماي، هذا الكمية قليلة، أبو 3-4 كيلو مشمش. بس اليوم برجع بقول أنا، ليروح واحد يشتري مشمش حق الكيلو 3-4000 ليرة وخمسة، ليجي يعملهم مشمش مجفف، أنا بقول له شو بده بهالشغلة. هاي نصيحتي لإله يعني، بلا العذاب وبلا ما يتلبك. ناخذ اتصال مش عم نحكي عن المشمش. الو. الو بونجورك يا شيف. بونجورين. من فضلك اذا بقى عنا من هاي عجينة العثمانية كيف نحفظها؟ واذا بتعمل معروف بتخليها بالكيس وبتحطيها بالفريزر مثل ما عملت انا. ها. نعم. بتحطيها بالفريزر بتهدي 3 اشهر. البندورة إذا بدي خليها كمان للشتي بشي طريقة، عم بيقولوا لي ما بتسوى إلا البندورة العمانية، مظبوط؟ واعطيني طريقة. شو هي؟ بندورة العمانية عمل معروف. شو بدك إياها على البندورة العمانية؟ ما بعرف إذا شقف أو رب، وأمتى خرج نعملها والطريقة. ميرسي. هلا أحسن موسم لرب البندورة هو بلش من اليوم، إذا العمانية وإذا الجبلية بدك تحكي من 10 أيلول وطالع. أما العمانية فيكي هلا تتقشى البندورة أو بتنفرم كلها سوا ناعمة أو بتتشقف شقف في منهم، بحطوها ممرطبين وبصيروا يضيفوا عليها شوي شوي ملح بطبقات، شوية زيت على الوجه، والملح بده يكون ملح خشن مدقوق منيح ليزبط معنا. بس استنى الفوطة لأنه هم عش بدهم.
سخنة. البندورة إذا بدك تسويها رب بدها تنطحن البندورة، وفيك تطحنيها على مكانة اللحمة على الناعم، تشيلي راسها وكعبها وتغسليها، حطيهم بمسافة تطحنيهم لشو تتعذبي بالقشرة. ما بيصير شيء، ما حدا أكل قشرة ومات أو صار له شيء أو فات على المستشفى، على مسؤوليتي. نزليهم معه وطحنيهم بس يكونوا مغسلين ومنشفين، بعدين بتحطيهم على النار، فيك تتركيهم 3 ساعات بتروق الماية منهم، بتنزلي نبريش صغير لتحت على مسافة أوطى، بتسحبي الماي منهم لتخففي الماي والغلي والوقت على النار، بعدين تحطيهم على النار وبتغليهم، بتضيفيهم شوية ملح خشن، وبعدين بيصيروا عندك رب. وبدك تشيليهم قبل بوقت، فيك تشيليهم وتحطيهم ترجعي تنشفيهم على السطح على الشمس تقريبا. يلا صفي على الدائرة، خلي لي هاي الكبيرة بدي نقصها. يلا برافو. ناخذ كمان اتصال. الو الو الو. نعم مرحبا، يا اهلا وسهلا. انا امبارح سالتك عن تيراميسو، ما عطيتني الرسالة. يلا جيب بسكويت ديجستيف حوالي 20 حبة، دقهم اخلطهم مع ملعقتين زبدة، جيب جات صفهم فيه وحطه بالفرن تقريبا شو 10 دقايق، بتشيله، بتجيب شوية كاكاو أو نسكافيه، بتدوبهم بشوية حليب أو ماي، وهالبسكويت بتعمل بمحلات طشيت منها. هاي بقى القصة لأنه بدنا نشوفها كيف طلعت طرية. يعني هلا بدك تساوي كريمتين، في كريم مع البيض بس اليوم قليل عم بيسووها، مع الكريم شانتيي. أول شي بتجيب جبنة المسكربوني أو الفيلادلفيا أو أي نوع، أنا بقلكن على مسؤوليتي من جبنة الإكريمة. منجيب 400 جرام منها، منضيف لإلها قطر على النار تقريبا شو نص كباية سخن لتسيل معنا، وبيجي ضيفها فوق البسكويت، بحطهم بالبراد ليسقعوا. بجيب كريم شانتيي بضربهم مع شوية سكر، برجع بجيبهم بضيفهم فوق منها بحطها. هون انتبهوا، ما عم بستعمل جيلاتين، بس بدي قصة بيعلق شوي بالسكين وما بيطلع القص جالس. أما إذا عندكم مناسبة الجبنة بس نضيف القطر، القطر قبل ما يسخن على النار ضيف عليه ورقتين أو 3 جيلاتين مكسرين منقوعين بالماي شوي صغيرة، منشيلهم منحطهم نغليهم ليصيروا قطر، والقطر بستعمله فوق الجبنة منرخيها، بستعمله معها بصير تشدها وتكبسها وتلاقيها متماسكة مع بعضها. حطيناها بالبراد شو ربع ساعة، خفقنا الكريم شانتيي مع شوية سكر، كمان برجع بحطها فوق منها، بحطها كلها سوا بالبراد، خليها بالبراد تقريبا حوالي الساعة تقريبا أقل شيء. برجع بخلط شوية كاكاو، في شوية نسكافيه إذا بدي مدقوقين، ضيفهم على الوش وبحطها برجع بالبراد عند التقديم، بشيلها بقطعها وبقدمها. بنقول لك ألف صحتين. في طريقة تانية، بنخفق بيض لهالكمية، 4 بيضات ضيف عليهم ساعتها كباية قطر كاملة عليهم، والقطر بيكون كتير سخن ليستوي البيض، بعدين ضيف لهم جيلاتين يلي حكينا عنه، برجع بضيف فوق منهم الجبنة. دينة بطرق صح، ولكن اليوم أكتر الاستعمالات للتيراميسو مش عم يستعملوا بيض. لنقص ونفرجيكم البطاطا. هالبطاطا تركت حبة أكبر حبة فيهم لنفرجيكم إنه هي مستوية. ومثل النخاع منكلها، مثل النخاع أصبح هاي الطرق. شو أخذت زيت كلها سوا؟ شو ملعقة ونص.
هون اذا بجي بشيل انا بالصينية بعدهم بجمعهم بيطلع عندي ملعقة، يعني بيكون تقريبا شو نص ملعقة ماشي للكمية يلي نحن عم نسويها. رح نشوف المقادير وبرجع بكملكم شرح تجفيف المشمش. تابع حلقتنا ويعني نكمل شرح المشمش. المشمش 3 لتر ماي، بجيب 3 ارباع كبدية رماد، رماد يعني بس انا ولع حطب بالجبل، بس ولع حطب لاشوي باذنجان، بس ولع حطب ليضلوا النار اشوي عليهم كفتة ولحم مشوي. الرماد تبعهم هي بنسميه رماد الحطب، يعني حريق الحطب. بضيف معهم 3 ارباع الكباية، بضيف معهم زيت نباتي تقريبا شو نص فنجان قهوة، ملح خشن ملعقتين كبار، سكر شو 3 ملاعق كبار، وبرجع بخلطهم كلهم سوا مع بعضهم، بتركهم يرقدوا شو ربع ساعة بس يرقدوا بزل الماي. هالماي يلي صارت عندي جاهزة بجيب المشمش وبغسله، بترك النواة العجوة يعني بقلبه، لأنه نحن ما عنا الطرق يلي نسحب النواة منه ومنخزقه بالوقت ذاته ضمن آلات كهربائية تشتغل تجفيفه. بنزل هالمزيج بقلب المشمش، بقلب المزيج بشيله، بفرشه على أطباق قش أو أي شيء قصب أو أي شيء خشب، وبتركه تقريبا 6-7 ساعات معرض للشمس. هلأ هون في حلين. الحل الأول بيقول كانوا من الزمان قبل ما اخترعوا سبراي الآلات الصغيرة اليدوية اللي هي بترش رش مثل سبراي، من فينا نحط فيها هالمزيج، بنصفيه وبنحطه فيها، وكل 6 ساعات بنروح لعند المشمشات بنعمل لهم زيارة، بنقول لهم كيفكم، إن شاء الله مش مشاوبين كتير بهالشمسات، وبنبخهم ماي. من هالماي اللي نقعتهم فيها بدهم أقل شيء 24-25 يوم معرضين للشمس كل النهار، من عشية إما بينحط عليهم شراشف أو بيتدخلوا لداخل البيت أو لأي شيء محل في تسكير أو في سقف بيقولوا. وفيكن نجي كل 6-7 ساعات نشيل هالمشمش، نرجع نشيله عن الطبق وننزله بقلب الماي هالمملح والمسكر والفيه رماد، منشيله ومنرجع منحطهم كمان على القش أو الأطباق يلي هي فيها بالخشب. ساعتها بيطلع عنا المشمش المجفف، وفيك ساعتها تحطيه وتحفظيه لمدة 2 أو 3 سنين بكل سهولة. يلا هون بنطفي النار. برافو ستيفاني. هلا سنتيا اخر شيء يلا جيبيهم لهون لنضيفهم. لا لا هون انت فشلويه، بنرجع. لا لا نتعود على طول، ما بنحط شيء على الطاوله. هلا هي مش سخنه كثير، بس يتعود الواحد انه على طول يحط شيء منه سخن على الطاولة. طبقنا لليوم انتهى، يلي هو طبق مميز، دجاج بانكي بصلصة الحر. صلصة الحر يلي استعملت فيها أنا وسنتيا ملعقة مايونيز، 3 ملاعق كاتشب، 3 ملاعق خل الرز، 3 ملاعق صويا صوص
فاتحة، حرط سايل ملعقتين صغار ملح وبهار أبيض يلي استعملناهن فيها. أدمي ستيفاني، أدمي سينتيا، من حي كل مشاهدي تلفزيون لبنان بطبقنا يلي هو دجاج بانكي بصلصة الحر. ميرسي ستيفاني، ميرسي سينتيا، من حي كل مشاهدي تلفزيون لبنان، ونشوفكم بحلقات جديدة.